شيخ، الشيخ انا اللي اتغيرت برضه. انا اللي معرفتش اخبي حاجه جوه قلبي وقلت لك ان انا بحبك. طب ما انا قلت لك يا مصباح اني بحبك. ها؟ وبعدين يا ستاني؟ وبعدين ايه؟ يعني مفيش حاجه، انا كل اللي فكرت فيه اني بحبك وبس، هو ده الموضوع. وبعد كده بقى ما فكرتيش في حاجه خالص. بس انا بقى فكرت يا فوزيه. فكرت في كل حاجه. احنا نتجوز. نتجوز؟ اه. نتجوز. يا فوزيه انا طول حياتي عشتها. وانا بوهم نفسي ان في حب كبير قوي هقابله. وكنت عارف ان ده وهم وامل كذاب. بس فجأة لقيته قدامي. اعمل ايه؟ ايوه يا مصباح، بس انت فعلا متجوز. بعدين بقى، طب وانت بتفكري دي يعني؟ يا فوزيه انت لما بتغيبي عني دقيقه انا ما بشوفش قدامي. ده نفس احساسي يا مصباح. انا نفسي اقضي طول عمري معاك، بس انا برضو ما اقدرش اتعس انسانه تانية. ضحكتيني والله. لا يعني حفيظه دي هي التعاسه مجسده في صوره معدده. بس برضو مهما كان برضو انسانه، برضو ليها مشاعر. يعني لو كنت مكانها يا مصباح. مكان مين يا عبيط انت؟ مكان مين؟ ازاي هتقيلي اماره واحده؟ لا لا، انت الحياه وهي الموت. سأقول لك ايه بقى؟ الموت علينا حق. ماشي، خليها. خليها يعني ايه خليها؟ خليها يعني هنخليها على ذمتي خلاص. مش هنطلعها طبعا، ده بعد اذنك يا فوز. ها؟ قلت ايه؟ يعني سامع رد معتمد على ايه انت؟ رايك ايه؟ بتفكري ولا خلاص؟ اطلبني من الصبح. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام.